وفي السياق ذاته قال سعادة النائب محمد بوحمود عضو مجلس النواب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال إن البحرين قدمت الكثير في مجال البيئة، لافتا إلى أن قانون البيئة الجديد في المملكة يهدف لاتخاذ خطوات استباقية نحو مواجهة مصادر التلوث. لا شك يعني يمكن إذا بنتكلم عن يمكن اللي قدمته مملكة البحرين من أجل البيئة نحتاج إلى وقت أطول، ولكن بنسلط الضوء على قانون البيئة الجديد الذي يعد حقيقة نقلة حضارية تضع مملكة البحرين في طليعة الدول المعنية بحماية المكون البيئي وتنوع عناصره. أعتقد اليوم هذا القانون اللي تم مناقشته في مجلس النواب وتم رفعه إلى مجلس الشورى بانتظار الآن عرضه من جديد على المجلس. هذا القانون طبعا من يعني يمكن في كثير من المواد والأبواب، أعتقد أن 18 باب يشتمل على 105 مادة. هذا القانون طبعا الهدف منه اتخاذ خطوات استباقية متحفزة نحو مواجهة مصادر التلوث ومظاهر التدهور البيئي. لا شك أن دستور مملكة البحرين عني بهذا الجانب، لا شك أن خطابات جلالة الملك في أدوار افتتاح دور الانعقاد يركز دائما على موضوع البيئة وأهمية المحافظة عليها.